مليئة بالأدوات، مليئة باللاعبين. الآن واحدة من هذه الأدوات، عبد الفتاح يتقدم، تصويبة أولى، الكرة تصطدم في المدافع طلال. أهداف قليلين اللاعبين اللي يسجلون أهداف، لكن جوليانو يأتي كثاني الهدافين. قياسا إلى جوليانو، جوليانو يتقدم، جوليانو رفع رأسه إلى مرابط، عرضية ممترة، موسى من جديد، موسى، موسى عدى، موسى بينية، الله، عبد الفتاح لا جديد، نور الدين من جديد، لا يهدأ، لا يتوقف، بيلعب الكرة إلى جوليانو، جوليانو طالت أخرى. كيف سيتعامل باولو سيرجيو مع الوضع؟ كيف سيتعامل لاعبو التعاون مع التأخر؟ لأن فتله في فترات في المباراة. عبد الفتاح آدم مراقب ما بين أصدقاء مشادو طلال، الكرة بتعود إلى ريكاردو في الوقت المتبقي للشوط الأول. كرة عالية وصلت، شوف الاستيق في نص الملعب عن طريق جوليانو، نور الدين مرابط، جوليانو والمحاولة، طلال عبسي، تعود الكرة لمصلحة فريق التعاون اللي يعتمد على الكرة. تهي بعد، ما زال هناك وقت كافي، شوف الكرة، شوف قطع الكرة، وصلت إلى موسى، موسى عدى، لا موسى ما عدى، شوف اللقطة، الله، على طلال عبسي في قطع الكرة. وبعد ذلك النصر في الشوط الثاني، هذه كرة أحمد موسى، يا سلام على موسى، وصلت الكرة عبد الفتاح إلى نور الدين، شوف الكرات المرتدة، راح ينتظر، يتقدم، لا نور ما ينتظر، نور حتى لو تضيع، لكن حظ ليس بالحظ. مرحلة الشباب، فنحن أمام هداف قادم بالنسبة لفريق النصر بالتأكيد، ولكن الكرة تصل في الجهة اليمنى، خطفها 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 الآن فراس، بيلعب الكرة إلى نور الدين، المدافع طلال والضغط من نور الدين، والكرة ما زالت 1-1 النتيجة. تستغرب أن النتيجة استمرت بنتيجة الشوط الأول على كمية الفرص اللي شاهدناها في الشوط الثاني وكمية المساحات اللي كانت، وهذه راية وتسد. التعاون يخسر بسلاحه السابق حتى الآن مشاهدينا، لكن ما زالوا يتمسكون. يرسل كرة، التحرك جوليانو، تحرك جوليانو، تحرك جوليانو، بيلعب لكرة باتجاه جوليانو، جوليانو تقدم، حاول، ولكن طلال عبسي يقطع الطريق، الكرة بتتحول الآن في الجهة اليسرى، جوليانو يضغط، سلام يحيى، يا سلام جوليانو، يا سلام يحيى، يا